في شرم الشيخ في كوب 27 نتحدث عن عدة مدن وجزر ربما تكون بعيدة عن الضوء أو الاهتمام، لكنها أيضا تتأثر بالتغيرات المناخية، وهذه التغيرات المناخية عندما تتأثر بها هذا الأمر يؤثر على الطبيعة. واحدة من التقارير الهامة التي أصدرتها الأمم المتحدة وكانت هنا في أروقة ورش عمل كوب 27 أن ربما الحروب ليست فقط هي التي تسبب الأضرار والخسائر، وإنما الأضرار التي تلحق بالبيئة هي لا تقل خطورة، ومن هنا يعني تكمن خطورة ملف التغيرات المناخية. معنا الآن رئيس دولة بالاو، وهي جزيرة صغيرة في آسيا، وهي أيضا هنا مشاركة في كوب 27. نتحدث الآن مع رئيسها Your Excellency Siren Wainwebs. سيادة الرئيس سيرل وين ويبس رئيس بالاو، مرحبا بكم في التلفزيون المصري أولا، ودعنا نتحدث عن مشاركتك في كوب 27. أنا سعيد جدا لوجودي هنا، وأشكر الدولة المضيفة مصر وأشكر سيادة الرئيس على كرم الضيافة. بلادكم بلاد جميلة، وأعتقد أننا نشترك في أشياء، كلانا بلاد شاطئية، نحن لدينا شواطئ مثلكم، يجب أن نحمي شواطئنا وأيضا أن نحمي كوكبنا، يجب أن نحافظ على ما منحنا إياه وحتى نسلمه للأجيال القادمة. هذا ما نقوم به في بلادي بلاو، ونحن نأمل في أن يكون هناك زيادة في الوعي وأن يكون هناك تعاون مشترك لتغيير السلوكيات البيئية نحو الأفضل. ما هي استراتيجياتك لحماية المحيطات؟ لقد اتخذنا مواقف إيجابية كثيرة فيما يتعلق بالموارد. لدينا حوالي مساحة 30% من الأراضي تعتبر مناطق محمية، ونحن مهتمين بقضية حماية مواردنا حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تستفيد منها فيما بعد. Bull is our system of conservation that's passed on from our ancestors, that when you overfish or you احيانا يكون هناك عمليات صيد، وقد يكون هذا الصيد مثل ما نسميه صيد جائر، نحن نحاول ان نحافظ على كميات الموارد المتاحه لدينا. But we are already seeing the results on the revival and the coming back of species that were on the brink of extinction. ما هي خبرتكم؟ كيف ستتم نقل الخبرة التي اكتسبتموها من ورش العمل والجلسات هنا؟ كيف ستنقلوها إلى بلادكم بلاو؟ نحن مهتمين جدا بقضية الحماية، حماية البيئة، وكذلك نهتم بقضية المحافظة على المصايد وألا يكون هناك صيدا جائرا للأسماك. It's sustainable, and that we make sure that our people can. ويجب أن نتأكد أن هذه الموارد تكون مستدامة ويستطيع شعوبنا أن تستفيد منها لها وللأجيال القادمة. نحن نحاول أن نحقق الاستفادة القصوى من المحيطات، وهذا لمصلحة شعوبنا. نحن نحاول أن ننقذ المحيطات وكذلك البحار العميقة. وبالتالي حتى تستطيع هذه الموارد أن تستمر ويمكن الاستفادة منها فيما بعد. كيف ترى التحول الأخضر ومبادراته في كل أنحاء العالم وعلاقته بالطاقة الخضراء؟ أعتقد أن هذا التحول الأخضر هو المفتاح وهو المدخل لأي تحول يمكن أن يحدث ويكون بناء. الدول مثل مصر ومثل بلاو لدينا الكثير من الشمس، ونستطيع أن نحصل أيضا على الهيدروجين. That we can all use and hopefully benefit the planet.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في قضية التغير المناخي؟ الإعلام هي المفتاح، لأنتم تستطيعون أن تنشروا الوعي والعمل الخاص بنا، وأيضا أن تنفذوا وتركزوا على الاختيارات التي نطرحها، وأن يتم زيادة الوعي لدى المواطنين حول القضايا البيئية وقضايا الحفاظ على المناخ. ما هو الطلب الخاص الذي تتطلع إليه من خلال طاولة المفاوضات على COP27؟ هنا أنا سعيد جدا لأن قضية الخسارة والتخفيف أصبحت على الأجندة، وهذا أمر هام جدا، ويجب أن نكون جميعا مسؤولين عن هذا الأمر وأن ننفذ التزاماتنا نحو التخفيف ونحو التكيف الخاص بالتغير المناخي حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي تواجهنا. ما هي أهمية وجودكم هنا في مصر في شرم الشيخ، وباعتبارنا دولة عربية وإفريقية تستضيف COP27؟ مصر دولة كبيرة ونحن سعداء باستضافتها للكوب. وهناك الكثير من التحديات التي تواجهها مصر وتواجهها بلادنا، إذن وجودي هنا يعتبر مصدر سعادة، ونأمل أن يساهم هذا المؤتمر في تخفيف الآثار الخاصة بالتغير البيئي مثل العواصف والفيضانات وغيرها. كيف يساهم الأمن المائي في التغير المناخي؟ التغير المناخي يؤثر على غذائنا وحياتنا. كما قلت لك، لدينا الكثير من الوعود التي يجب تنفيذها. التغير المناخي يدمر منازلنا ويدمر محاصيلنا واقتصادنا، وهذا أمر خطير جدا، ونحن نحتاج أن نواجه كل تلك التحديات. ما هي رسالتك للعالم من هنا من COP27، حيث أن التغير المناخي خطير جدا ويهدد العالم كله؟ نحن في أزمة مناخية تؤثر علينا يوميا، لدينا عواصف ولدينا فيضانات، ونحتاج أن يتم السيطرة على تلك الأمور. أيضا نحتاج أن يكون هناك تنمية للبنية الأساسية المناخية. هذه هي رسالتي التي أود أن أقولها. يجب أن نغير من سلوكياتنا، ونتمنى لمؤتمر الكوب أن يستمر في دعم قضايا المناخ وقضايا البيئة، ولا يمكن أن نتخلى أبدا عن الأمل، والأجيال الجديدة أيضا يجب أن تعنى بهذا الأمر. نعم، شكرا جزيلا سيدي الرئيس سورين ويب رئيس بلاو، شكرا على وقتكم. شكرا. Well, thank you, Iman, for the interview. سعيد جدا بوجودي في مصر، وأشكرك على حسن الاستضافة، وأتمنى لكم كوب ناجحا. شكرا جزيلا. Thanks a lot.